أحد الناشطين على منصة تيك توك فيديو قام بتصويره من هاتفه النقال بينما كان يقود مركبته في مدينة بوسعادة، ويظهر الفيديو المتداول مجموعة من أصحاب السيارات الفضوليين وهم يجتمعون حول شخص واقع على الأرض تعرض لحادث سير خطير. هؤلاء الأشخاص الفضوليين، ورغم أن الضحية كان يتألم وربما يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبدل أن يتصل بالإسعاف أو يقدم له الإسعافات الأولية، تجمعوا حوله وأرعبوه وقاموا بتصويره، وهو ما قد يؤثر عليه وعلى نفسيته سلبا أو على حتى عائلته التي تشاهد الفيديو. حسبنا الله ونعم الوكيل.